سيد الرئيس. شكرا نبيل حميمة رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان. اليوم تم لقاء يترأسه السيد العامل صاحب جلالة بإقليم زيلان مع رؤساء الجامعات ورئيس المجلس الإقليمي ورئيس مجموعة الجامعات وكذلك جميع الفاعلين ديال هذه المنطقة. هذا اللقاء تشاوري كيدخل في نطاق هذا الورش اللي تلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتحضير هذا اللقاءات الجهوية اللي بغات فيها باش نزيدو نكرسو البارتناريا ما بين الجامعة والمحيط ديالها، سواء كانوا الجامعات ولا الأقاليم ولا الجهة ولا الشركات ولا المركز الاستثمار ولا الجمعيات ولا فبغينا نبدلوا النظرة ديال الجامعة، وبغينا المحيط كله ديال الجامعة يعطينا تصورات شنو هما المشاكل اللي كيشوفوا في الجامعة اليوم، وكيفاش كيشوفوا سورتو الجامعة ديال غدا، كيفاش شنو هما المواصفات اللي خص تكون عن هذه الجامعة. فالحمد لله هذا اللقاء هذا كان جد مهم، وخرجنا بأفكار متميزة اللي غادي تاخذها الجامعة بعين الاعتبار باش نحاولوا نمشيو للجامعة متميزة حاضرة في المحيط ديالها، مشاركة في تنمية الأقاليم ديالها والجهة ديالها والوطن ديالها. شكرا لك، الله حفظك.